تحياتي وأهلا بكم في اتجاهات، حيث الرأي الواحد خطأ ولو كان صوابا. في حب النبي عنوان هذه الحلقة الخاصة من اتجاهات. ضيف هذه الحلقة مفكر معروف وداعية إسلامي وشيخ وكاتب، هو الحبيب علي بن زين العابدين الجفري. سنناقش معه في حلقة هذه الليلة عدد من المسائل، أولها سؤال مطروح على الساحة العربية اليوم، علاقة أحييكم من جديد في حلقة هذه الليلة من برنامج اتجاهات، وكما جاء في المقدمة محبة النبي عنوان هذه الحلقة، وستدور حول هذا المحور مع ضيف اتجاهات اليوم الشيخ الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة. أيضا أهلا فيك. حياك الله وبارك الله فيك. يعني أنا حابة أبدأ معك من مسألة كانت قبل ما نبدأ نتكلم عن حب النبي وعن مفهومك للعديد من الثقافات والأمور. أثناء الإعداد للحلقة يعني عرفت أنك ترفض أن تتكلم في السياسة، لكن يمكنك أن تتحدث عن علاقة الدين بالسياسة. فإيش الفرق بين الحالتين ولماذا ترفض الحديث بالسياسة؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك وأشكرك على هذا اللقاء. الله يحييك. الذي كنت أذكره أثناء التحضير أن هناك فرق بين ممارسة العمل السياسي وبين صلة الدين أو الخطاب الإسلامي بترشيد هذا العمل السياسي. ممارسة العمل السياسي يدخل فيه التنافس على السلطة، يدخل فيه التنظيم الحزبي، يدخل فيه المخاض التخصصي في السياسة الذي هو علم لم أدرسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واحترام التخصص من أكثر الأشياء التي نحتاج اليوم أن نستعيدها نحن الذين في بيت الخطاب الإسلامي قبل غيرنا. لأننا كما أننا نطالب الآخرين ألا يقتحموا ميدان الفتوى والكلام عن الدين بدون علم ولا تخصص، فينبغي أن نكون نحن من باب أولى نحترم تخصص أصحاب التخصص. فكون الدين يخاطب كل جوانب الحياة، وهنا ينبغي التنبه، لأن البعض يتوهم من كلامي هذا أن يريد عزل الدين عن الحياة والسياسة جزء من الحياة. لا، كون الدين يرشد ويتصل بمختلف جوانب الحياة، هذا لا يعطي لمن يعمل في ميدان الخطاب الإسلامي شهادة إتقان في كل شيء، بل أن الخطاب الإسلامي البحث نفسه له تخصصات، فهناك الفقه وهناك الحديث وهناك العقيدة، فما بالك بالكلام عن الممارسات السياسية. فهذا السبب الأول، أنني لست من أهل الاختصاص. والسبب الثاني أن تحول الداعي إلى الله عز وجل إلى جزء من المنافسة على السلطة يحول الخطاب الإسلامي من سقف يلتجئ إليه ويستظل تحت ظله الجميع إلى خاصم، إلى جزء من المعترك السلطوي، وهذا من أخطر، هذه من أخطر الأمور التي نمر بها. جزء من الصراع السياسي أصبح جزء من الصراع، ليس بمفهوم صراع حق وباطل، صراع من يصل إلى السلطة
ويستخدم كل واحد ما يمتلك من الأدوات. وعندئذ عندما يصبح الداعي إلى الله منافسا على السلطة، منافسا على المناصب، فأقرب الأسلحة التي سيتعامل معها وأقرب الأشياء التي سيستدعيها الخطاب الديني وشهوة السلطة باسم الله، أنني أكلمكم باسم الله. وهذا ما رأيناه في الفترة القريبة الماضية، رأينا من يفتي بوجوب التصويت لفلان أو للجهة الفلانية أو بالرأي الفلاني، وبتحريم التصويت لفلان أو للجهة الفلانية أو بالرأي الفلاني. إذا المسألة دخلت في الوجوب والتحريم، فلماذا قبلت الدخول في ميدان الاقتراع؟ هل تقبل أن يوضع الحلال والحرام على ميدان الاقتراع؟ يعني أختار حرام أو أختار حلال؟ طب يعني هو إذا كان داعي يعني ممنوع من ممارسة السياسة، عليه أن يختار بين أن يكون داعي وأن يكون سياسي؟ أنت متخوف من أن تتحول السلطة السياسية إلى سلطة دعوية؟ متخوف أن يستخدم الخطاب الدعوي كجزء من مقومات ترجيح الكفة في التصارعات السياسية. لهذا أتذكر هنا الشيخ حسن مأمون رحمة الله عليه، كان من مفتي مصر، مفتي الديار المصرية. أحسنتي، الشيخ حسن مأمون طبعا زمان هذا الكلام، نعم، أيام مصر وسوريا، مضبوط، أيام الوحدة. نعم، لما أراد أن يدخل انتخابات مجلس الأمة في ذلك الوقت الذي يمثل البرلمان، استقال أولا من وظيفته بصفته مفتي الديار المصرية، لأنك إذا أصبحت جزءا من التنافس لن تكون محايدا في خطابك. ومعنى محايد أي متجردا عن الميل المبني على التنافسات السياسية. نحن بشر، لسنا بمعصومين، فتجد التعصب للجهة التي تريدها ومن حيث تقصد، أو أحيانا بحسن نية من حيث لا تقصد، تجدك تحاول توجيه النصوص الشرعية باتجاه نصرة المجال الذي تريده. وهنا عبارة لفتت نظري، يعني كتبها أحد طلبة العلم من مصر، قال الكيس الفطن هو الذي يستخدم السياسة ليحبب الناس إلى الدين، الذي ينجح بسياسته في تحبيب الناس إلى الدين، وليس الذي يستخدم الدين ليحبب الناس إلى سياسته هو. كيف يستخدم الدين؟ يعني كنت سمعتك أيضا تقول أنه لا يجوز أنه الدخول معترك الحياة السياسية باسم الدين كأنه استغلال للدين. أقصد بتحديد هنا التنافس على السلطة، يعني عندما تتكلم عن موقف سياسي، عندما تتكلم عن الحكم الشرعي في مسألة يعيشها الناس في السياسة، هذا لا، نعم، هذه وظيفة المفتي إن كان مفتيا، وظيفة الداعية إن كان ناصحا يرشد الجميع. لكن التنافس على السلطة، أي أن تكون جزءا من اللعبة السياسية المباحة التي لا حرمة فيها، إذا اخترت هذا الاختيار لم تعد حينئذ مرجعا لا في دعوة ولا في فتوى. كيف تفتي في خصومة أنت طرف فيها؟ طب والتيارات الإسلامية ما رأيك فيها؟ أنا لا، يعني أحب... أنت ضد الإسلام السياسي؟ ليس بهذا التوصيف. أولا كلمة إسلام السياسي هو مصطلح، يعني لا أريد أن أطيل كثيرا في أخذ وقت الحلقة للحوار حول تحرير المصطلح، لكن عندنا مشكلة في تحرير المصطلحات. أنا ما أعرف إسلام سياسي وإسلام دعوي وإسلام فقهي. الإسلام هو الدين الجامع، لكن دعينا نوصف الأمر بشكل صحيح. من يوظف الخطاب الإسلامي ليرجح كفته التنافسية في الحكم، فالفقير إلى الله لا يقبل تصرفه. لست ضد أشخاص بعيونهم، لأن الإسلام عندنا لم يأتي لبغض الذوات. الله سبحانه وتعالى لم يذكر كراهيته للخلق في القرآن قط إلا مرة واحدة، عندما قال كره الله بعاثهم، فجعل الكراهية متوجهة إلى الفعل ليس إلى الذوات. نعم. بينما خاطب الذوات بالمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم هم، لكن الكراهية جعلها للوصف. فلهذا لا 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 يصح، أو لا أرى أني ضد أولئك أو معادي لأولئك، لكني أختلف معهم ولا أوافق على الفكرة التي تطرح على أساس توظيف الخطاب الديني لنصرة أو ترجيح كفة في تنافسات على نيل السلطة. طيب، يقال أنك يعني أن هناك تناقض واضح في مقالاتك. يقال أنك يعني في الوقت الذي تهاجم فيه فصائل التيارات الدينية أو الإسلام السياسي بحدة، تهاجم بنفس الحدة العلمانيين، فأين يقف الحبيب الجفري؟ أولا أرحب بالنقد، وأود أن أسمع من ينتقد ومن يصوب، لأن هذا يعيني على الصواب وعلى الحق. لكن الفقير إلى الله لا أرى أني أهاجم أشخاصا أو جماعات بعينها،
ولا لم أرى حدة، لكن إذا كان هناك حدة سأراجع المقالات فأقرأها مرة أخرى. لكن إن سألتي لماذا تنتقد بعض التصرفات أو بعض الأفكار التي من خلالها تأتي تصرفات لأناس باسم الإسلام وأناس باسم العلمانية أيضا، لسبب بسيط، أنني لا أتفق مع هذه الأفكار. طب أين تقف بالضبط؟ أقف مع ما أراه صوابا لدى الجانبين. المشكلة التي نعيشها اليوم هي الاستقطاب الشديد في منطقتنا. علماني يعني كافر، شيخ يعني متخلف، يعني تاجر دين، يعني نصاب، يعني لعاب، يعني متحجر، يعني يبغى يردنا من القرون إلى القرون الوسطى. علماني يعني كافر، يعني زنديق، يعني عميل الغرب، يعني هذه القوالب التي صرنا من خلالها نقيم حواجزا بيننا وبين أن نصغي لأفكار من يعيش معنا في مكان واحد هي إشكال كبير. يقابلها بنفس السبب، أنني إذا اختلفت معك في فكرة معينة تصبح النظرة كأنني ضدك. ضدك، هذا خطأ وانحراف كبير في التفكير. أن أختلف مع جهة أو مع فكر أو مع طرح في جزئية لا يعني أنني ضد صاحبها، وإلا من أين تأتي معاني الدين النصيحة؟ من أين يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من أين يأتي التلاقح الأفكار؟ سنة التنوع التي أقامها الله في الوجود. هل يعتقد أحد من الإسلاميين أنهم هم أو جماعتهم معصومون؟ هل يعتقد أحد من العلمانيين أن لديهم عصمة لا يمكن أن يرد عليهم الخطأ؟ ولا يعتقد المتكلم أيضا أنه معصوم، كل خطأ وكل أخطاء. القضية فقط أن نرتقي في حوارنا من مرحلة الشخصنة، تحويل الناقد من نقد لفكرة إلى نقد لشخص. هذا مرض نعانيه في منطقتنا، وهذا المرض هو أحد أسباب التخلف الذي يعيشه الخطاب الإسلامي. نعم. والتخلف الذي يعيشه الخطاب العلماني أيضا في نفس الوقت، وهو غلبة فكرة الشخصنة والإقصاء. يعني إخواننا في التيار العلماني يرون أنهم يعيبون على الخطاب الإسلامي أنه إقصائي، فبمجرد أن تبدي ملاحظة في شيء لم يروق لك في فكرة ليبرالية أو في علمانية، أفاجأ عندي بالهجوم الشديد. طيب أنت الآن تدعوني إلى أن أتقبل الرأي والرأي الآخر، تدعوني إلى قبول النقد، فلماذا صعب عليك أن تتقبل أن أنتقدك؟ يا أخي اعتبرني مخطئ في نقدي، اعتبرني لم أفهم ما عندك. تقبل فكرة النقد وناقشني من خلالها وأوضح لي وجه الخطأ الذي عندي، سأحترم طرحك. من باب أولى للأسف عندنا نحن في بيت الخطاب الإسلامي التعالي المقيت والجلوس على كرسي الربوبية من حيث لا يقصد من يجلس، والتخاطب مع الناس على أنهم ليسوا ببشر إلا بمقدار ما نحكم نحن على بشريتهم. هذه مصادرة للكرسي الربوبية، هذا التطاول على الله عز وجل، أشد منه الحكم على قلوب الناس. فلان منافق، فلان مشرك، فلان خرج عن الحق، فلان عميل، فلان خائن، لمجرد أنه اختلف معك في فكرة. هذا يعني طب هذه يعني بالحديث عن هذا النقد المتبادل ما بين العلمانيين والإسلاميين، يعني إذا جينا للسؤال حول الأخلاق اليوم في التعامل مع بعضهم البعض كممثلين لشرائح مجتمع كثيرة، يعني خاصة اليوم بعد نشوء الإسلام، وصول تيارات إسلامية للحكم بعد الربيع العربي وكثرة الوعاظ شو اسمه عن السياسة، فأين الأخلاق اليوم؟ هذا سؤال مهم، بارك الله فيك، يعني وهي مشكلة كبيرة. الفقير إلى الله، أتذكر أنني قبل نحو 12 سنة أو 15 سنة في خلاف حاد حصل بيني وبين إخوتي ممن يرون أنهم على مسلك السلف، حصل عندي ردة فعل انفعالية فهاجمتهم بشكل عنيف، اتهمتهم في أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ألفاظي كلما أستمع إلى هذا المقطع أشعر بأسى شديد في نفسي. كم كانت نفسي الأمارة بالسوء غالبة علي إلى الحد الذي غطت عني فيه شهود أن الأصل في النقد مرتبط بالأخلاق. أنت عندما تنتقد جهة في مفهوم الدين عندنا، أنا كذا انتقد تنتقد بحب. ما معنى بحب؟ بأنك تريد له الخير، تريد أنت ندمان على بلا شك على اللهجة، مع أني لا زلت مختلفا في المنهجية العلمية معه، واعتذرت أكثر من مرة، ولا ما عندك هنا لا بأس، أكرر اعتذاري على مستوى اللغة. واليوم عندما أستمع بعض نبرات الخطاب من حيث المحتوى، الإقصاء، الغلظة، الحكم على النيات،
طرد الناس، يعني تشبه بصكوك الغفران وصكوك الحرمان التي كانت تنتجها وتصدرها الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى الفاتيكان. أسوأ من ذلك اللغة نفسها، السب والشتم والشتم المقذع، السب والشتم المفارقة في الدفاع عن الدين، يعني كيف يستوي والقذف واللعن، الشتم وتوجيه أقذر الشتائم في الدفاع عن الدين، ماذا تقول لهم؟ هذا تناقض شديد، هذا هدم لأخلاقيات الدين، هذا لا يخدم الدين أبدا، لا يخدم الحق، لا يفيد المتكلم. أسوأ من الاثنين ما يمكن أن يعبر عنه بشرعنة الفحش، بأن أضفي على أخطائي. يعني طيب أنت انفعلت في معترك سياسي وترى أنك تنصر الدين وتنصر الإسلام، وترى من وجهة نظرك أن هذا التصور تصرف خاطئ أو خارج أو حتى مارق أو عدو للإسلام، فحصلت عندك لحظة غيرة عمرية مثلا فغضبت وأردت أن تعبر فزل لسانك. في هذه الحالة عندما تهدأ تراجع نفسك، تقدم الاعتذار، تستغفر الله عز وجل من البذاءة، هذا المسلك الذي تعلمناه على أيدي المشايخ. لكن أن تحاول أن تعطي خطأك وبذاءة خطابك غطاء شرعيا بأن هذا من نصرة الدين، الدين لا ينصر بالبذاءة. إذا كنت تظن أو تتوهم أن الدين لن ينتصر بالأخلاق، أن الدين لن ينتصر بالحجة العلمية والعقلية، أن الدين لن ينتصر بحسن البيان، فمعنى هذا أنك تشكك في صلاحية الدين لكل زمان ومكان. نقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فحاشا ولا سبابا ولا لعانا، يقول يا أخي هذولا ما ينفع معهم إلا هكذا، يعني منهج النبي ما ينفع؟ هذا كلام خطير. وأضيف مسألة مهمة، هذه الفوضى مؤقتة. إلى متى؟ يعني لست من أصحاب التنبؤات، لكن من خلال ما ترينه أمامك الذي يقع في قلب الفقير أن 5 سنوات متوسط الأمر، تقل تزيد، وهذا كله سينهار وسيأتي جيل مختلف، وهذا الذي يحصل كله سيسقط. والسياسة هي التي أثرت على الواقع الاجتماعي وأدت لتدني الأخلاق، السياسة وسوء تصرفاتنا نحن في بيت الخطاب الإسلامي بما نتوهم أنه نصرة للدين، وبخلط ما نراه نصرة للدين بالأمور الجزئية الصغيرة. لكن الذي أظنه أو الذي يكاد يكون ظاهرا أمامي أن النتيجة لهذا الخطاب، وإن أعطت بعض التأثير لما يظنونه لصالحهم في هذه المرحلة، ربما فازوا في تصويت، فازوا في انتخابات مرة مرتين 13، لكن النتيجة التراكمية ستتجه إلى اتجاهين. اتجاه يقلقني، يعني إذا عندما أفكر فيه لا أستطيع أنه، وهو أنه سيغذي انتشار اللادينية في صفوف الشباب، وسيجعل نموذج العصور الوسطى مستحضرا في أذهان الشباب، وبالتالي سيأتي عندنا جيل يستدعي نموذج الثورة التنويرية في أوروبا التي أقصت الدين عن الحياة وبعنف، حتى شنق آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس. هتكلم عن الاتجاه الثاني بعد الفاصل. مضطرين ناخذ فاصل، ناخذ فاصل قصير ونعود من بعد الفاصل إلى الحبيب علي الجفري. أهلا بكم من جديد في اتجاهات، والحبيب علي الجفري ضيف هذه الحلقة. يعني شيخ، كنت تكلمت عن اتجاهين، وحنتكلم عن الاتجاه الأول باستفاضة في مرحلة لاحقة من الحلقة، لكن الاتجاه الثاني إيش هو كان؟ كان الاتجاه الأول في تشكيك الناس في الدين وضعف الثقة، وهذه بدأت بانتشار شديد، وتجاهلنا لها لن يفيد فيها. الاتجاه الثاني هو تصاعد الكفة المقابلة للكفة الذين يتكلمون من خلال أو من وجهة نظر أنهم إسلاميين، هذا لا يقلقني، لكن هذا يعني قادم. المرحلة المقبلة بعد، يعني يسامحني إخوتي في التعبير هذا الذي سأقوله، بعد السقوط القادم للذين يعني يودون أن يقدموا خدمة الإسلام من خلال السياسة، بس سقوط قادم لا محالة، يعني بضع سنين يسقط هذا المشروع المتوهم الذي يعيشه الناس. الاتجاه الثاني الذي أو المعنى الثاني والجانب الآخر، سيأتي من قد اكتوى بنار تصرفات هذا النزاع أو فعاليات هذا الصراع،
وسيستورد النموذج القادم من الغرب، وأنا لست ضد الاستفادة من الشرق ولا من الغرب، لكنه سيستورده كما هو. ينبغي أن نكسر حاجز التخوف من الاستفادة من الشرق والغرب، هذه عقدة ليس لا ينبغي أن نستسلم لها. في نفس الوقت ينبغي أيضا لا نقع في ردة الفعل المقابلة. فهذان اتجاهان. الاتجاه الذي يهمني أكثر هو الأول، وهو اهتزاز ثقة الجيل بدينه. طب هل من السهل يعني الإسلام، يعني هل يسهل أن يهتز أو أن تهتز الثقة فيه؟ ليس الإسلام، يعني مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي كان حذر من بوادر إلحاد وتشكيك في الدين الإسلامي في بعض المجتمعات الإسلامية. يعني الدين هل يسهل هزه من الملحدين؟ وكيف يعني ظهر هذا الإلحاد؟ خذوا نموذجا. بريطانيا احتلت عدن وجنوب اليمن 136 سنة، وحاولت بكل ما تستطيع تنصير الشعب هناك، لا سيما في مدينة عدن. بنت مدرسة، بنت كنيسة، أطعمت، أنفقت. في 136 سنة لم يتنصر إلا شخصين، أحدهما عاد مباشرة والثاني قبل وفاته عاد. إذن عندما يكون الإسلام الإيمان بالدين فطري، أقرب إلى حقيقة الدين، إلى الفطرة، مكسوا بنور الأخلاق، قائما على الرحمة والمحبة، غير متكلف، لا يمكن أن يهتز. لكن الاهتزاز الذي نبه وحذر منه مجمع الفقه الإسلامي، نحن قبل تنبيه مجمع الفقه الإسلامي يعني في مؤسسة طابة في أبوظبي للدراسات الإسلامية أجرينا استبانة ابتدائية تعتبر أولية عبر النت، شارك فيها نحو 6,000 شاب. 12% عندهم إشكال مع الدين نفسه، أكثر من 60% عندهم إشكال مع محتوى الخطاب الذي يقدم اليوم، أكثر من 80% عندهم مشكلة مع الأشخاص الذين يمثلون الخطاب الديني. أكثر من 80%. أكثر من 80%. حللنا الأسئلة، الإجابات والآراء التي طرحها الشباب، وجزا الله خير الشباب الذين تجاوبوا. وجدنا أن هناك 4 أسباب، 3 منها أساسية والرابع بني عليها ليس بأساسي. السبب الأول ما أسميه الأمية الدينية. أجيالنا اليوم تعاني أمية دينية، يعني نقص في فهم الدين، رغم أن بعض دولنا تدرس 3-4 مواد دينية مثلا في المدارس، لكن يخرج الطالب وقد مسح كل ما في رأسه بمجرد أن ينتهي من الاختبار. فنحن لأن ربما الأسلوب فيه إشكال، ربما جوانب التركيز في المحتوى ليست هي التي يحتاج الشباب اليوم إلى التركيز عليها. المهم لدينا أمية دينية، هذا السبب الأول، وأمية صعدت إلى مستوى مثقفين حتى. السبب الثاني القبح، وسامحني إخوتي في هذا التعبير، القبح الذي اعترى الخطاب الإسلامي المعاصر اليوم من حيث المحتوى في التركيز والحجج والصلة بالطرح العقلاني العلمي. تخيلي أنه أصبح اليوم بعض المشايخ يريد أن يذم أحد يسميه عقلاني، يقول خلك منه هذا عقلاني، خلك منه هذا متحرر. الدين كله قام على الحرية والعقل. هذا مدح مشتم المفروض يكون. المفترض ديننا قام على مناط التكليف في الشريعة على العقل، لأن المجنون يرفع عنه التكليف، وعلى الحرية لأن المكره لا يؤاخذ عندنا في الشريعة. فهناك قبح في المحتوى وقبح في اللغة، هذا السبب الثاني، قبح الخطاب الإسلامي المعاصر، أو بمعنى أدق الصوت المرتفع منه الذي يصل إلى الناس. السبب الثالث الهوة الحضارية التي نعيشها، التخلف التقني والصناعي والزراعي والاقتصادي، وتخلف المنبر عن واجب التنبيه على هذا الأمر. نحن عندنا في الفقه في الشريعة من فروض الكفايات، هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، من فروض الكفايات أن لا يصبح المسلم عالة على غيره في أي جانب من جوانب الحياة، يشارك غيره لكن لا يكون عالة. فهذه 3 أسباب أساسية. هناك سبب رابع في الأصل كان ينبغي أن يكون سبباً في انتشار الإسلام، لكن للمقدمات الثلاثة التي ذكرتها الآن صار عكسياً، وهو الانفتاح. أصبحنا اليوم في الفضاء المفتوح، فجاءت الفلسفات والثقافات المختلفة وتحول العالم إلى سوق أفكار. في الوضع الطبيعي للمسلمين عندما يتحول العالم إلى سوق مفتوح هذه فرصة لنشر الإسلام، لكن عندما تأتي الأسباب الثلاثة، جيل لا يفقه دينه بشكل جيد، بل لا يفقه لغته العربية، بينه وبين القرآن حاجز اللغة، وخطاب إسلامي الصوت العالي منه سيء سلبي متخلف، سامحوني. السبب الثالث الهوة الحضارية وعدم مشاركة الخطاب الإسلامي في معالجة هذه، تجاوز هذه الهوة الحضارية.
أصبحت الأفكار والفلسفات المعاصرة لا تجد مقاومة ولا قدرة على الانتقاء المفيد وترك الآخر. فالمشكلة ليست في متانة الإسلام، المشكلة في متانة إيماننا نحن بالإسلام، في فهمنا للإسلام، في الطريقة التي قدم إلينا بها الإسلام. طيب وانتقل معك على موضوع آخر، بما أنك يعني جبت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأ يعني سؤالي معك عن محبة النبي بمقال أنت كنت كتبت، مقال عنوانه إلا رسول الله. لماذا توجهت في هذا المقال للمسلمين؟ عندما رأيت ما سألتي عنه قبل قليل من ارتفاع إلى حد الضجيج لأصوات قدمت الخطاب الإسلامي على نحو بذيء، آن الأوان اليوم من باب أولى أن نقول إلا رسول الله لمن يرفعون باسم الدين عقيرة البذاءة والسب والشتم، لأن إساءتهم إلى النبي حقيقية، وأولئك يكذبون. الآخرون الذين يعملون فيلم أو رسومات يكذبون، ليس هذا هو النبي، لكن أنت اليوم إساءتك حقيقية لأنك تتكلم باسم النبي. عندما يأتي من يشجع تزويج الفتيات الصغار لأناس في أعمار أجدادهن لأجل المال، استغلال الحاجة والفقر عند أهل الفتاة الفقيرة، ويبرر المسألة لمجرد أنها من الناحية الفقهية تصح. الفقه مثل القانون، لا ينبغي أخذ نصه دون روحه والسياق الذي يكون فيه. هذه إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي أشد من إساءة صاحب الرسومات التي ترسم. عندما نصبح نحن من نبرر للظلم، للطغيان، للأذى، للإقصاء، للاستبداد، فنحن نسيء إلى الدين أكثر من إساءة أولئك. لهذا نقول إلا رسول الله. عندما نسمع شخص يقول، وحاشا يعني كلام يصعب على لسان أن ينطق به، أن النبي يسب، أعوذ بالله، يعني أن النبي يسب، أي لما يطلع شخص يقدم نفسه على أنه شيخ ويقول النبي كان يسب ويأتي بألفاظ مقذعة، أعوذ بالله. يعني لو 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 جيء بأقوى ما يمكن أن يستطيع أن يتصرف من خلاله من يريدون تشويه صورة الدين من غير المسلمين، ما استطاعوا أن يفعلوا فيه ما فعله إخوتنا هؤلاء. فلهذا نقول إلا رسول الله، ونقولها لهم لا ببغضاء ولا بحدة صراع، نقولها لهم بحب. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنتم إخوتنا وأحبتنا، وأنتم معقد أمل، لكن حنانيكم بالجيل، لدينا جيل من الشباب اليوم بدأ يتساءل عن القرآن وعن الدين وعن عن عن الذات الإلهية وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مصداقية هذا الدين. جزء كبير من الأسباب التي أوصلته إلى ذلك خطابنا هذا. فلهذا نقول إلا رسول الله. يعني أنت ترجع الأخطاء التي تحدث وابتعاد الأجيال الجديدة عن الدين أو عن الإسلام إلى الخطاب الديني. الخطاب الإسلامي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لسببين. السبب الأول لأنه ساهم بهذا المستوى اللا عقلاني اللا أخلاقي في الطرح، وفي الناحية الثانية أنه لم يداوي الأسباب الأخرى، وتلقى هجوما كبيرا من الدعاة والمشايخ بسبب هجومك عليهم بدورك. أنا لا أهاجمهم، أكرر مرة أخرى، أنا لا أهاجمهم، أحبهم وأريد لهم الخير، ومن انتقدني فأسأل الله أن يجزيه خيرا على إرادة الخير لي وإرادة النصح لي، وأحسن الظن أنهم ما هاجموني إلا غيرة على الدين. فليست المسألة شخصية، أكرر مرة أخرى، دعونا نتكلم عن الأفكار وعن التصرفات لا عن الأشخاص، لا نشخصن الأمور. نعم أختلف مع إخوتي هؤلاء في الفكر الذي يطرحونه، فأرى أن الغالب منهم يردون على شخصي لا على الطرح الذي أطرحه. وأقول لهم لا بأس إن رأيتم أن هذا صواب فدونكم، لكن هذا لن يثمر، وخصوصا عندما يبيح بعض إخوتي لأنفسهم أن يكذبوا في محاولة التشويه، كأنها فتوى مرت قبل فترة بجواز الكذب على المخالف لإسقاطه. فيقولوا أنه جواز الكذب على المخالف لإسقاطه، يعني هذا مبتدع، فلو كذبنا عليه لأجل نسقطه هذه نصرة للدين. هذا يحطم، طبعا هذا مضاد للمبادئ وللأخلاق. يعني ساعة يقولون شيعي، وأنا أحترم أخوتي الشيعة وأقولها بكل وضوح، لا أكفرهم، أرى أنهم على ضلال في كثير مما يقولون، وهم يرون أني على ضلال في كثير مما أعتقد، هم يرون أن السنة على ضلال في أمور ونراهم كذلك. لكن أخوتي الذين يختلفون معي في فكر، يختلفون معي في فهم، في اجتهاد في فهم النص، أخشى أن يكون الأمر راق لهم إلى الحد الذي لم يعد لديهم استعداد أن يتراجعوا عن هذا المكتسب لتنفير الناس. فلا هذا شيعي، هذا يستخدم التقية، هذا يتعامل كذا، هذا باطني يقصد كذا.
أو نتيجة الاتهام الصوفية إجمالاً بالشيء وصفها بالشيء بأنها من المذهب الشيعي؟ التصوف ليس بالشيعة، التصوف هم من خلاصة أهل السنة والجماعة، وهم من أهل المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، ومن أهل العقائد أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية والمفوضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، بالرغم أنه انتقد أمور عند أهل التصوف، لكن خصص مجلدين في فتاواه أظن العاشر والحادي عشر إذا لم تخني الذاكرة عن التصوف، الحافظ ابن القيم. أنا ذكرت هذين الاسمين لأنهما المرجع عند من يهاجم. ابن الحافظ ابن القيم رحمه الله له كتاب في التصوف اسمه مدارج السالكين، شرح متنا لأحد كبار الصوفية في التصوف وفي السير إلى الله. كون بعض الخرافات والخزعبلات، بعض الانحراف، بل الكثير من الانحراف حصل في بيت الخطاب الصوفي أو عند أهل التصوف، فهذا مثل الانحراف الذي حصل عند بعض المحدثين فمالوا إلى وضع الحديث، مثل الانحراف الذي حصل عند البعض فعطل صفات الله أو جسم، مثل الانحراف عند من باع الفتاوى بالمال. يعاب على من ينحرف لا يعاب على المنهج، ولكن قضية التشيع لا، الفقير إلى الله أقف بشكل واضح رافضا التبشير الشيعي في المناطق السنية، لأن هذا جزء من لعبة سياسية ستحرق المنطقة. عندنا في اليمن محاولات من إيران خطيرة لنشر آرائهم ونشر المذهب الاثنى عشري. ليست القضية قضية حرية رأي وبالتالي تقول لماذا ترفض، طيب من حقه يروج الفكرة، نقول لا، القضية لعبة سياسية. إيران يعني تبحث عن اليوم ليست اختلافات فقهية إنما صراعات سياسية، نفس الذي كنا ننتقده لو تتذكرين في بداية الحلقة من استغلال الخطاب الديني من أجل الوصول للسلطة. بيننا نحن أهل السنة موجود هذا أيضا عند الشيعة، مجرد أن نجحت ثورة الخميني رفع عقيرة تصدير الثورة، ثم رفع عقيرة نشر مذهب أهل البيت بما يظنونه مذهبا لأهل البيت، وكرر هذه الدعوة مؤخرا خامنائي. فإذا هناك دولة تقف وراء إرادة مد نفوذ في المنطقة، تستخدم الخطاب الديني جزءا من وسيلة مد النفوذ. ردة الفعل للأسف التي حصلت عندنا في دول الجزيرة العربية أننا بحثنا عن أشد الأيديولوجيات في الطرح السني تطرفا، فبدأنا نقويها مرة أخرى لأننا نتوهم أنها هي التي ستقوم أمام المد الأيديولوجي الشيعي. هذا لعب بالنار، استخدام الدين بصفته جزءا من اللعبة السياسية المعاصرة سيحرق الأصابع الذي تلعب هذه اللعبة. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن حب النبي كيف نحب رسول الله بعد هذا الفاصل؟ ابقوا معنا في اتجاهات. أحييكم من جديد في اتجاهات، وعن حب النبي كيف نحب رسول الله الحبيب علي الجفري. تفضل، كيف نحب رسول الله؟ هو السؤال الطبيعي كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا فيه لا يحب؟ كل ما فيه يحب. كيف نحب رسول الله؟ بأن نتعرف على رسول الله، بأن نقرأ شمائله قبل أن نقرأ سيرته، لأن السيرة سرد للأحداث، إذا لم يسبقها معرفة الشخص الذي يتصرف فقد تحتمل تصرفات كثيرا من المناحي التي قد ننحو إلى, إلى, إلى جوانب منها بدافع تأثير ثقافة نعيشها، فنقارن تصرفات رسول الله بما نرى اليوم من تصرفات باسم رسول الله. لهذا أولا ينبغي أن نقرأ الشمائل النبوية الشريفة. الإمام الترمذي له كتاب عن الشمائل، الشيخ يوسف النباني له كتاب في الشمائل اسمه وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، الإمام المناوي له كتاب في الشمائل النبوية الشريفة، الروض الباسم في شمائل أبي القاسم. كنا نتعرف عليه، وصفه الخلقي، وصفه الخلقي، سلوكه، رحمته، تعامله مع زوجته، مع ابنته، الجانب الإنساني فيه صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة التي جعلته لا يحتمل أن يرى طائرا أنثى طائر ترفرف بشدة أثناء السفر لما افتقدت فراخها، أخذها بعض الناس الذين كانوا مع النبي، أخذوا الفراخ فجاءت وهي إلى الجهة التي فيها رسول الله وهي جزعة ترفرف بشدة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فجعها في فراخها؟ من فجع هذه في فرخها؟ ردوا إليها أولادها. هذا المعنى من الرحمة التي انطلق بها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الجانب المتعلق بالعمل والإنجاز وإقامة الحياة وخوض الحياة على نحو راقي، أسس المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، أسس الاستقلال الاقتصادي، أقام سوقا في المدينة. ثم بعد ذلك أن ننظر في السيرة النبوية الشريفة،
هذا الجانب المتعلق بالمعرفة. الجانب الثاني المتعلق بالوجد، لأن الحب ليس مجرد تصرفات. للأسف أحيانا نحن حتى في الخطاب الإسلامي يعني نجعل الحب جافا، فنتكلم عن محبة الرسول على أنها الاتباع. هذا غير صحيح، أبدا غير صحيح. الاتباع ثمرة من ثمار المحبة. إذا قويت المحبة أثمرت الاتباع، لكن المحبة شيء قلبي، شيء في قلب الإنسان، شيء إنساني. إذا لم نعشه في باطننا، إن لم يثمر شوقا وحنينا وتشوفا إلى التعرف إلى المحبوب وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه، فكيف تكون محبة؟ لا نستطيع أن نحكم على من أساء أو أذنب أو عصى لمجرد أن عصى بأنه لا يحب النبي، هذا باطل. طب هناك من يرى أن حب النبي قد يصل إلى درجة الغلو وحتى إلى درجة الشرك، يعني أنت نفسك كنت متهم بالشرك وبالتشيع بهذا السبب، يعني هل يجب أن يكون هناك حد لحب النبي؟ نسأل كيف النبي؟ ترد عليه؟ نسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. واللي يتساءل كل واحد منا ممن يخشى الغلو، هل وصل إلى مرحلة أن النبي أحب إليه من نفسه أو لا زال؟ إذا لم يصل معناه لا يوجد غلو. لكن دعيني أنظر المسألة من منطلق فلسفي أو منطلق تأصيلي فكري. الخطأ الذي وقع فيه إخوتنا الذين دوما يحذرون من الغلو في حب النبي خشية الشرك أنهم أقاموا مفاصلة بين حب الله وحب رسول الله، فصار عندهم شيء اسمه حب الله وشيء آخر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما يزن لا أخاف هذا يزيد شوي فيزيد عن حب الله فأصبحت مشرك. هذا تصور من بداية خطأ. حب النبي منبثق من حب الله، فأنا أحب النبي لأن الله أحب النبي، فبحبي لله أحب رسول الله. وهذا ورد في حديث صحيح أورده الإمام الترمذي في سننه وصححه الحاكم وافقه عليه الذهبي: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله. يعني من حبكم لله. كيف تعرف أنك تحب الرسول أكثر من نفسك؟ أحد الاختبارات التي تمر علينا عندما تهوى نفسي شيء وأعلم أن هذا الشيء لا يحبه رسول الله، هل أوثر محبوبي؟ أوثر ما يحبه محبوبي على ما تحبه نفسي أم لا؟ ممكن بحكم الضعف أخطئ، أكون شجاعا في مواجهة نفسي وصادقا وأقول لا أنت هنا فشلت ضعفت، لكن بمحبتك لله ولرسوله ستتجاوز. ولهذا كان هناك أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحديث صحيح، يعني يشرب الخمر وابتلي بشرب الخمر بعد تحريمها، فيعني جلد مرة والثانية، فلما تكررت هذه المسألة منه عدة مرات نظر إليه بعضهم فلعنه، في بعض الروايات ما أقبحك، أو يعني جاء فيه كلام نوع من الاحتقار، وهذه مصيبة، احتقار العاصي كبيرة من الكبائر، لأن نحن نحتقر المعصية ولا نحتقر العاصي. طيب. هذا كبر. المهم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي شتمه، في رواية لعن هذا الذي يشرب الخمر، فقال: لا تعين الشيطان على أخيك إن علمت أنه يحب الله ورسوله. نعم. فيشهد بمحبة الله ورسوله لرجل يؤتى باب الخمر مرات، أكثر من هذا في السلوك، بعد أن أفاق، بعد أن شرب، بعد أن جلد وهكذا، جاء وجلس بجانب النبي وأخذ ينكت ويضحك النبي، يعني لم يقصيه من الحياة هذا الأمر. طيب يمكن هم يعني يرجعوا هذا الموضوع إلى الشرك وإلى التشيع إلى غيره نتيجة لما يحدث أحيانا من تجمعات أو اجتماعات يتم فيها ذكر الرسول والتهليل له والتبريك له. الصلاة عليه تقصدين؟ أي. كثرة الصلاة عليه، هذا يعني أمرنا الله تعالى بكثرة الصلاة على النبي ومجالس الذكر يعني محببة، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل في وقت حلقتك قد لا يتسع، وقد بينا مرارا مسألة الاجتماع على الصلاة على النبي، لكن قضية الشرك انتبه، يعني مسألة خطيرة. هناك شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر بمعنى الرياء، السمعة، العجب، الكبر، هذا شرك خفي لا يخرج الإنسان، وأصغر لا يخرج الإنسان عن الإسلام. لكن اتهام الناس بالشرك الأكبر المخرج عن الملة هذا خطير. إذا قال المسلم للمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث بمعناه، إن مما أخاف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى بدت عليه بهجته، يعني صار عليه أثر وقارئه، ثم انسلخ وعمد إلى جاره يرميه بالشرك يريد قتله. قالوا يا رسول الله من أولى بها، الرامي أم المرمي؟ فقال بل الرامي. مسألة الشرك الأكبر المخرج عن الملة انتهت،
الحديث في صحيح البخاري في أكثر من يعني موضع. في مسألة حب النبي ليس هناك حدود للتعبير عن حب النبي، هذا اللي تبغى تقوله. اللي أريد أن أقوله أيضا مسألة مهمة جدا وهي قضية الشرك، أنا أركز، لا يوجد شرك. الحديث في صحيح البخاري إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، إذا الذي جاء بالتوحيد يقول إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تنافسوها، يعني تدخلوا في صراعات على الدنيا. وأنا أتذكر في أيام المدرسة، وربما أنت مررت بذلك، أنا كنت في ثانوية الثغر في جدة، كانوا يدرسونا في مقرر التوحيد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أن لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. لما قرأت وجدت أن هذا الحديث لم يكمل لنا في التدريس، الرواية لها تكمل. السيدة عائشة قالت يا رسول الله كنت أظن أن الأمر قد تم بعد أن أنزل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي إنه كذلك، لكن إلى حين أن تأتي تهب ريح فتقبض روح من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والحديث بمعنى هو صحيح في صحيح مسلم، تقبض روح من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيبقى أقوام لا خلاق لهم فيلحقون بعبادة الأصنام، أي قبل هبوب الريح التي تقبض نعم. أرواح كل المؤمنين لا يوجد الشرك الأكبر. طيب عشان نطلع عن الموضوع وارجع لموضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم، أبغى أسألك عن ثقافة التسامح والحب، وهل غيبت دعوة الحب من رسالة المصطفى؟ من تعبيرنا عن رسالة المصطفى للأسف غيبت عن أكثر الأصوات المرتفعة في وسائل الإعلام في مناهج التدريس عند كثير من بلداننا، نعم، ولعلها غيبت في مراحل إعداد الداعية الذي وجه الخطاب، يعني صناعة الداعية أو إعداد الداعية وبناء العالم ليس فقط معلومات يحشى بها رأسه، هي تزكية للنفس وتهذيب للأخلاق، بدونها لا يصح أن يكون معبرا عن هذا الخطاب. فثقافة المحبة نعم إلى الحد الذي صار البعض ينظر إلى ثقافة المحبة والتسامح على أنها تمييع للدين وعلى أنها ضعف. كيف ضعف؟ لا يستطيع لا يقوى على المسامحة إلا قوي، لأنه يكون قادر على مقاومة الغضب الذي في نفسه، والنبي يقول ليس الشديد الشديد بالصرعة لكن الصرعة لكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأصل في القوة أن تضبط نفسك، والمحبة هي 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 روح القوة، هي أصل القوة الذي يقوى على أن يتجاوز الغضب والبغضاء والأذى والإساءة ليحب من أساء إليه، هذا إنسان قوي. ليست هزيمة، هناك فرق بين ثقافة بين نعم. التسامح والحب وبين الهزيمة. الهزيمة معناها أن تتنازل عن مبدأ، الهزيمة معناها أن تتنازل عن حكم مجمع عليه القاطعي، الهزيمة معناها أن تفعل شيء طلبا لإرضاء غيرك ليس لإرضاء لرضوان الله عز وجل، الهزيمة معناها أن تتنازل عن ثقافتك وليس معناها أن تراجع ثقافتك أو تقوم ثقافتك. لكن الحب والتسامح الله أكبر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الدعوة إلى الله كلها في أساسها حب، لأنه ما معنى الدعوة؟ يعني ما هدف الداعي؟ أن يجري الله على يديه الهداية لشخص، أليس كذلك؟ نعم. مهمة الداعي ما هو؟ أن يحاول هداية شخص. طيب ما معنى هداية شخص؟ العمل على هداية شخص معنى هذا أنك تريد أن تنقذه، فهل تنقذ من تبغض؟ الأصل في الدعوة إلى الله المحبة، ولما غاب خطاب المحبة عن دعوتنا إلى الله وصار لدينا جيل يتوهم أن هذا ميوعة وضعف وهكذا، تحول الدين إلى الخطاب الديني إلى خطاب أقرب إلى البشاعة، منه إلى الإسلام، وتحولت الآثار كما قلنا قبل ذلك إلى أبنائنا ضياء وتشتت وضعف للثقة. وخطابنا مع الخارج يعني قل اليوم من يحترم هذا الدين وخطابه. عرض هذه الحلقة حيكون متزامن مع ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه شريف، إيش تقول بالمناسبة؟ أقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، يا من أنرت المدينة ومن فيها وما فيها بل أنرت العالم بدعوتك. أقول دعونا نعيد أبنائنا مرة أخرى إلى دراسة شمائل النبي، هذا شهر ربيع الأول الأنور قد أقبل، رتبوا في كل بيت قراءة الشمائل النبوية الشريفة، تناقشوا عن أخلاقه عن مواقفه عن رحمته صلى الله عليه وسلم، يرتب كل واحد منا وردا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حثنا على كثرة الصلاة عليه لأنها تنور القلوب. أقول نبدأ دعوة التسامح فيما بيننا البين، الذي يقاطع رحمه يعني يعود إلى الرحم، الذي يسيء لوالديه يعود إلى والديه، الذي يسيء إلى أولاده يعود إلى أولاده، الجيران الأحباب الشركاء في العمل. نريد أن نحيي نور محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا فتحيا في حياتنا، تحتفل رسول الله حي في قلوبنا لا شك.
هو صلى الله عليه وسلم كما ورد الإمام مسلم في صحيحه لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هو يوم ولدت فيه، فأصل لقيمة يوم ولادته، لكن لا أقتصر الاحتفال على يوم المولد، نحن طول السنة نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب وش تقول لمن يحرم الاحتفال بهذا؟ من حقه أن لا يحتفل مدام اجتهاده أوصله إلى التحريم، لكن بما أن المسألة ظنية وليست قطعية وأنت تعلم أن أدلتك في ذلك ظنية وليست قطعية، فمن العلم ومن أدب العلم ومن الإنصاف في العلم ومن الإخلاص في العلم أن لا تفرض اجتهادك على غيرك. أنت ارتأيت أنه خطأ ولك أدلتك فيما تراه، وهناك علماء أفتوا ممن تحترمهم ونحترمهم بالتحريم، وهناك أئمة أكابر وحفاظ حديث كابن حجر العسقلاني والسيوطي وابن كثير المفسر وغيرهم أفتوا بجواز المولد بل ألفوا فيه، فأنت لا تريد تحضر لا تحضر. ما يشوش وش التحريم؟ يعني التحريم كلمة قاسية، يعني الإخراج من رحمة الله، فإيش إيش وش التحريم؟ عن المنع. أي هم يعني إخوتنا يضعون يعني مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى اعتبار أنه بدعة، والمسألة الثانية أن هناك أخطاء تحصل أثناء عمل المولد. الثانية سهل أمرها، ننهى عن الأخطاء لا ننهى عن المولد. أما مفهوم البدعة فجمهور أهل السنة، كيف لازم يكون شكل المولد يعني اللي أنت تراه؟ قراءة قرآن، كثرة صلاة على النبي، صلاة على النبي، قراءة للسيرة، مواعظ، إنشاد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قد أنشد الشعر في مدحه في داخل مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا المولد الذي يرى أنها بدعة، أذكره أن الإمام بن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري والإمام النووي في شرح مسلم لما شرحوا حديث البدعة كل محدثة بدعة ذكر أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، ونحن نقول أن الإمام الشافعي يقول البدعة المحمودة هي التي لها أصل ترجع إليه ولا يختلف تختلف صورتها المستحدثة لا تخالف صورتها المستحدثة نصا شرعيا. طبعا الوقت لا يتسع لبسط المسألة، لكن أنت ضد التجاوزات. لا الوقت لا يتسع لبسط المسألة. لشيخنا محدث الحرمين السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رسالة لطيفة وموجودة في الانترنت اسمها حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وللشيخ محمود الزين رسالة حول المولد النبوي الشريف أوردوا فيها الأدلة لمن يريد أن يرى، وهناك من خالفهم. وهذا للأمانة يعني نذكر الأمرين، ونحن ضد التجاوزات التي تحصل بل ندعو إلى تحسين مراجعتها وإلى تصحيحها. وهناك شيء أهم من هذا كله، وهو أن نعيد إلى أنفسنا ثقافة فهم التنوع في الاجتهادات الشرعية في الأمور التي ليست قطعية، في الأمور التي لا تشكل القطع. الحرم المكي لقرون ماضية الحلقات تدرس فيها المذاهب الأربعة. الملك عبد العزيز رحمه الله أقر ذلك، ثم الملك سعود أقر ذلك، ثم الملك فيصل أقر ذلك، ثم الملك خالد أقر ذلك، وإلى منتصف عهد الملك فهد رحمه الله جميعا كانت المذاهب الأربعة تدرس. إعادة تدريس التنوع الشرعي في الحرمين في المناهج يخرج العقول عن الانغلاق الذي تعيشه في اعتبار كل ما خالف ما فهمته أنا من الدليل فمعناه أنه مخالف للدليل. لا، أنا لم أخالف الدليل، أنا خالفت فهمك للدليل. يعني هذا ما حيزود الفتنة؟ بالعكس، موضوع التنوع، التنوع هو أساس الوحدة. بدون التنوع ستنهار الوحدة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع الناس جميعا على فكرة واحدة إجمالا وتفصيلا وتصرفا وسلوكا وشعورا. الله أوجد التنوع في الوجود، الليل والنهار والتضاريس والبشر والعقول والألوان والأجناس والمناهج الفكرية، يعني هذه سنة كونية أوجدها الله سبحانه وتعالى. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعاركوا، قال لتعارفوا ولم يقل لتعاركوا. فنحن بحاجة إلى فهم أن احترام التنوع هو صمام أمان الوحدة، وكل مجتمع وكل دعوة وكل خطاب وكل توجه يظن أنه سيوحد الأمة على قول واحد إجمالا وتفصيلا فهو يهدم وحدة الأمة. القرآن الكريم رغم أنه جميع آياته قطعي الثبوت، غير أن غالب آياته من غير أصول العقيدة غالبها ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، استغفر الله، ظنية الدلالة، بمعنى أن آيات القرآن أوردها الله بطريقة في الأحكام، في أكثر الأحكام تحتمل المعنى والآخر، تحتمل الاجتهاد. نعم. مع أن الله كان قادرا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أن يجعل جميع الأحكام الشرعية النصوص التي وردت فيها والأدلة لا تقبل الاجتهاد، فلماذا جعلها حمالة أوجه لتتناسب مع التنوع الموجود فينا؟ شكرا لك الحبيب علي الجفري على هذه المشاركة في حلقة الليلة من اتجاهات، وأشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم الأسبوع المقبل. كان معنا الحبيب علي زين العابدين الجفري، تصبحون على خير.